وده سؤال اورال للاستاذ الدكتور ايمن ابو النور. مين اللي كاتب الادفانسد ادفانسد برضه بريجنانسي ممكن يكون برضه فليكس؟ عارفين امتى؟ لو كان جوه البرود ليجامنت انترا ليجامنتري بريجنانسي. فاكرين يا دكاتره اللي هو الانترا ابدومينال؟ انترا ابدومينال ماشي، لكن في برضه انتر ليجامنتري جوه البرود ليجامنت. لو انت فاكرين لما تشوف بترابشر جوه البرود ليجامنت بتوين اللايرز اوف ذا برود ليجامنت، لو انترا ليجامنتري بريجنانسي يعني ده حمل خارج الرحم جوه البرود ليجامنت بيكمل شويه، ده بيبقى هنا هايبر فليكس، يبقى هو منكمش قوي على نفسه كده هايبر فليكس. يبقى التوينز هايبر فليكس، الانترا ليجامنتري هايبر فليكس، الاوليجو هيدرامنوس الميه قليله جدا هايبر فليكس. مره ثانيه يا شباب، يعني ايه الله يعني ايه؟ البيبي ده قاعد ازاي جوه بطن مامته؟ يعني دي علاقه بين البيبي وبين الام، بين الاكس بتاع البيبي والاكس بتاع مين؟ بتاع الام. لونجيتيودنال ترانسفيرس اوبليك لاي. طب الاتيتيود البيبي ده وضعه بالنسبه لنفسه ايه؟ وياخد اتيتيود اوف ايه يا شباب؟ اوف فليكشن، منقبض على نفسه كله، منكمش على نفسه كله. تمام؟ لو الميه قليله يبقى هايبر فليكشن، لو توينز هايبر فليكشن، لو انتر ليجامنتري هايبر فليكشن، لو انتر ابدومينال يبقى ايه؟ يبقى اكستندد بقى، انتر ابدومينال يبقى ايه؟ يبقى اكستندد. طيب حلو قوي بقى يا شباب، نخش بعد كده بقى على اسم تاني وديفينيشن تاني، بعد ما عرفنا اللاي وعرفنا الاتيتيود، عرفنا اللاي قاعد ازاي؟ اتيتيود وضعه بالنسبه لنفسه ازاي؟ اللاي بيبي وام، الاتيتيود بيبي لنفسه. عايزين بقى بيبي ده نعرف نازل ازاي؟ على فكره يا دكاتره الانسان هو الكائن الوحيد اللي بينزل بدماغه الاول. يعني جميع الكائنات كلها بتنزل برجليها عشان تنزل تجري معايا يا دكاتره، لكن الانسان هو كائن مفكر، اول حاجه تنزل هي دماغه الاول. ليه؟ لانها الموست بريشس، اهم حاجه تنزل دماغ وبعد كده الجسم بعد كده. لان لو هو نازل بالمقعده زي الحيوانات ايه اللي ممكن يحصل بقى؟ ممكن الدماغ تعلق وما تنزلش. طب ده تعلق وما ينزلش ايه اللي ممكن يحصل له؟ يحصل له مثلا سي بي. طب مثلا الحمار لو نزل وراسه علقت شويه سي بي، طب ما مصلحه يشتغل ويروح ويجي وما يفكرش. لكن الانسان لا، اهم حاجه عندنا هي تنزل الاول. مين اهم حاجه؟ مين؟ الدماغ. تعال نبص يا كاتر على الدماغ بقى كده، وهي كمان الدماغ اتقل، خلي بالكم اتقل كثافه من الجسم كله. فتلاقي بيبي ده نازل بدماغه، بص نازل بدماغه ازاي؟ اهو نازل بدماغه، نازل بدماغه، نازل بدماغه بالمنظر دوت. يبقى ده كاتر كده اهوت اهو، ادي اول وضع عندنا بيبي نازل كفالك، كفالك بالمنظر دوت. ممكن بيبي ده يا دكاتره ينزل مش كفالك بقى، ينزل ايه بعد كده؟ بالايه؟ بالبريتش. تلاقي بقى الايه الواد ده بقى بيبقى معروف والله في الدفعه، تلاقي واد ماشي كده يا دكاتره يقول لك معرضها، هو ده بقى. الواد ايوه عنده امتحان يا دكتور، فاكس امتحان يا دكتور، امتحان ايه يا دكتور؟ لا لا انسى بقى، انا اهم حاجه دماغي، انا مش انا واحده واحده نبي، ومش مهم مش مهم امتحانات معايا دكاتره. الطالب بقى الدماغ بقى، الواد ده نازل اكيد بريتش اكيد، يعني تخيل اللي بيستقبل حياته كلها بالمقعده، يعني عيل بقى والله والله العظيم والله الواد والله انا بحب الواد ده، حياه رب والله العظيم انا بحبه، انا بقدره، يقول لي كده انا بقدره بصراحه. معايا دكاتره انا عارف انا بعرف الدليفري ازاي، نازل بدماغه بقى عارفه بقى قاعد لا يا دكتور انا عايز اخلص يا دكتور وعايز اراجع وعايز، ده نازل كفالك ده معايا، ده متعب ده، انما نازل البطن ده بقى الدماغ بقى عالي، دماغه عاليه، حد يقول لك دماغه عاليه؟ دماغه عاليه ليه؟ هو بريتش فدماغه فوق معايا، فدماغه عاليه من هو انترا تراي، بيستقبل الدنيا بالبطن، مصدر لها البطن على طول، اي ما يتضايق في اي يصدر البطن على طول. فالواد ده البريتش ده واد عالي قوي، الواد ده واد البريتش ده. بص يا دكاتره المنظر ده، بص المنظر ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيبي نازل ايه؟ ترانسفيرس، نازل بمين؟ نازل بكتفه. يبقى انا ما عندي هنا البرزنتيشن، يعني ايه برزنتيشن؟ يعني ايه برزنتيشن؟ معناه بيبي ده نازل بايه؟ بريزنتنج بارت معناه ايه؟ بريزنتنج بارت معناها اوطى حته في البيبي، اللور موست بارت اوف ذا بيبي which enters البلفس فيرست، اللي تخش البلفس اول حاجه. اوطى حته زي ايه بقى؟ دماغه ممكن معايا ده، زي حاجه كده بنجيبها من اللاي، دماغه بالمنظر ده، البطق بالمنظر ده، الشولدر بالمنظر دوت. طب دماغه يا دكتور فيه اوضاع غريبه قوي احنا شايفينها، ايه القصه دي يا دكتور؟ ده بيبي ده نازل بقفاه، برافو عليك. بيبي يا دكتور نازل ده بوشه اهو، ده نازل بقورته، يعني ممكن حتى الوش كمان قد يكون فليكس، لو فليكس نازل بالجزء دوت. ده بنسميه الفيرتكس، قمه الراس، اللي هو لك حتى ايه في الجورنان ضربه على ام راسه، هي دي ام راس بقى، الفيرتكس قمه الراس. فلو نازل فليكسد كده يبقى نازل بالايه؟ بالفيرتكس. يبقى دي هنا وضع دوت اهو، وضع ده نازل بالفيرتكس معايا. لو نازل يا كاتره كده بيحايل علم ميد واي، يبقى نازل بقورته بالقوره اهي، ودي بنسميها براو، الجزء ده بنسميه براو. لو اكستندد قوي كده
نازل بوشه، ودي بنسميها فيس برزنتيشن. يعني حتى الهيد دي كمان قد تكون فليكسد، وقد تكون ميد واي، وقد تكون اكستندد. لو فليكسد نازل بدي فيرتكس، لو ميد واي نازل بدي براو، لو اكستندد نازل بوشه. يعني حتى الدماغ حتى فيها معايا دكاتره فيها ايه؟ فيها بريزنتنج بارت مختلفه. اكتب معايا دكاتره عشان ده سؤال بقى في الاورال، يقول لك ايه البريزنتنج بارتس بقى؟ يعني قول لي هنا في عندنا ايه بريزنتيشنز عندنا؟ اكتب معايا دكاتره اجمد سبعه الساعه 7 محمد السكري المره دي بقى وليس ايه؟ جان عبد الله. ايه بقى اجمد سبعه الساعه 7؟ هم عندنا في سبع بريزنتيشنز عندنا، في سبع بريزنتيشنز عندنا. ايه سبع بريزنتيشنز يا شباب؟ عد معايا سبع بريزنتيشنز ايه؟ اول برزنتيشن عندنا يا دكاتره اللي هو دوت، ده الموست كومن اللي هو مين ده؟ نازل بايه؟ بفليكسد كده، بنسميها ايه دي يا شباب؟ فيرتكس. ده اول برزنتيشن عندنا الفيرتكس. اللور موست بارت بتاعت البيبي النازله في البلفس هي الفيرتكس، او حته في البيبي الفيرتكس. بيبي ده نازل فليكسد بدماغه، ولكن فليكسد بدماغه ولكن فليكسد، فنازل بقمه الراس، ام راسه نازل بالفيرتكس. نازل يا دكاتره بالبراو، ماشي يبقى هو هنا ميد واي نازل بالبراو، اهي البراو دي اوطى حته في البيبي. او يبقى اكستندد يبقى نازل بوشه، يبقى انا عندي في فيرتكس بريزنتيشن، فيرتكس بريزنتيشن. عندنا كده في براو بريزنتيشن، عندنا هنا في فيس بريزنتيشن. وده مين ده يا شباب؟ بريتش بالمقعده، بريتش بريزنتيشن. وده اسمه ايه ده يا شباب؟ شولدر، شولدر بريزنتيشن. تمام، دول كده كام واحد؟ 5. ممكن يبدا ينزل بقى دكاتره غريب قوي، ينزل كده ممكن دماغ وايد بالمنظر ده، او دماغ ورجل بالمنظر ده كده، اهو نازل كده معايا وده هنا نازل هنا كده بالمنظر ده كده، دماغ وايد، واخدين بالكم؟ او دماغ ورجل بالمنظر ده، ده بنسميه كومبلكس برزنتيشن، برزنتيشن معقد قوي. ننزل بدماغه وايده، بدماغه وايد كده اهوت، او دماغ معايا دكاتره ورجل، ده بنسميه كومباوند، كومباوند او كومبلكس، حاجه معقده قوي. يعني مش كفايه واحد علينا دماغ مثلا، لا ينزل دماغ وايد جنبها كده، او ينزل دماغ ورجل جنبها، ده بنسميه كومبلكس او بنسميه كومباوند. الواد المعقد ده نازل باتنين مش واحد بس، يعني الدكاتره دوت نازل بورتو، وده نازل بوشه، وده بالفيرتكس، وده بالمقعده، وده بالشولدر، وعيل تاني كمان نازل بمين؟ نازل باكتر من حاجه ات سيم تايم، دماغ وايد او دماغ ورجل. يعني احنا ناقصين الدكاتره كمان يزود لنا حاجه تانية، وتعمل مشكله كبيره لما تنزل دماغ وايد او دماغ ورجل. حاجه معقده بنسميها كومبلكس، بسميها كومباوند برزنتيشن. اخر حاجه بقى عندنا حاجه غريبه قوي، ما ينزلش لا بوشه ولا بقرته ولا بقفاه ولا بكتفه ولا بالبطك ولا الكومباوند. امال ينزل بايه؟ خدتوا حاجه اسمها، سمعتوا عن حاجه اسمها، سمعتوا عنها؟ وانا ما قلتهاش لسه. طيب اسمها كورد برزنتيشن. ايه الكورد برزنتيشن او كورد برولابس؟ سمعتوا عنها يا دكاتره؟ بيبي ينزل بالكورد الاول، اول حاجه الكورد يا شباب، ينزل بالكورد الاول، بعدين في كورد برزنتيشن او كورد برولابس. يعني ينزل بقى بيبي ده ما ينزلش باي حاجه منه، يلاقي الكورد نازل الاول. طبعا دي خطر جدا جدا، دور على الفهرس كده، لو قلبت على الفهرس هتلاقي دي كلها بنسميها برزنتيشنز بقى، دور كده هتلاقيهم ورا بعض، تلاقي كده عندك كاتب لك فيس وبراو وبريتش وكورد وكومبلكس وكومباوند، كل الكلام مكتوب في الايه؟ في البرزنتيشن عندنا، في الفهرس مكتوبه، كل ده هندرسه واحده واحده بس الترم الثاني ان شاء الله. يا مره ثانيه يا شباب، سبع مره ثانيه، سبع برزنتيشنز مره ثانيه، اول واحد مين؟ انا همثلها لكم بقى وانتوا قولوا لي مين. يلا يا جماعه، مين دي؟ فيرتكس، براو، براو، براو نازل بالقورة، براو، فيس، تمام. طب واللي جاي بلاش بقى عشان عيب يعني، بريتش، ماشي بريتش. وعندنا ايه يا دكاترة بعد كده؟ في ايه بقى كده؟ في عندنا ايه يا شباب بقى كده؟ عندنا في كورد برزنتيشن. نعم، مش مهم. طب ايه المشكلة؟ مش مشكلة، لا لا مش مشكلة، انا هتصرف معايا دكاترة. بقى عندنا في سبع برزنتيشنز عندنا، اوعى تنسوهم بقى يا شباب بقى، سبع برزنتيشن، فيس وبراو، فيس وبراو معايا دكاتره، وفيرتكس وشولدر وبريتش وكومباوند وكورد. طيب نكست بقى، بصوا يا شباب بقى، في حاجه مهمه جدا عايز اقول لكم عليها بقى، في حاجه مهمه بقى عايز اقول لكم عليها يا شباب. احنا كلنا بنفحص على العمياني. يعني ايه على العمياني؟ يعني ايه؟ انا داخل في الفشاينة كده وافحص، لازم اقول لك بيبي ده نازل بايه؟ لازم واقول لك كمان وضعه ايه جوه البلفس. يعني ايه وضعه ايه؟ يعني ايه؟ يعني الدكاتره عندنا
360 درجه جوه البلفس اهو. البلفس ده دكاتره 360 درجه بالمنظر ده. فانا عايز اقول لك بقى هنا بيبي ده وضعه ازاي. يعني مثلا لو نازل بدماغه نازل مثلا بالفيرتكس، نازل بالقفا بالمنظر ده، لما كان فليكس بالمنظر ده ونازل بقفاه، هل قفاه دوت لقدام ولا قفاه لورا ولا قفاه للجنب؟ طب نازل مثلا دكاتره بالبطك بالمنظر دوت، السكرم اهو ده، هو السكرم ده قدام ولا لورا ولا للجنب؟ فعايزين نعرف بقى كل حاجه. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني انا عندي يا دكاتره في حاجه اسمها برزنتيشن. يعني ايه برزنتيشن؟ يعني ايه؟ يعني اللور موست بارت اوف ذا بيبي اللي بتخش البلفس الاول، ده اسمه برزنتنج بارت. بس وضعه ازاي؟ بيبي ده قاعد ازاي جوه الحوض؟ دماغه فين؟ يعني وضعها ازاي؟ ده بنسميه بوزيشن. يبقى في فرق بين برزنتيشن وفرق بين بوزيشن. برزنتيشن حاجه وبوزيشن حاجه ثانيه. بص يا دكاتره كده، بص يا شباب، هنا دكاتره عندنا هنا كده مثلا ايه اللي هو البوزيشن بقى. وريني كده يا محمود كده، بص يا دكاتره، ممكن مثلا يبقى هنا اللي هو البريزنتنج بارت مثلا مايل ايه لقدام بالمنظر، او مثلا دماغه لقدام. عادي ده كله، هات لي السد اللي بعده. بص يا دكاتره زي ده كده بالمنظر ده كده اهو. بيبي ده نازل نازل يا دكاتره، بيبي دوت نازل بالفيرتكس اهو. بص كده، ممكن يبقى هنا الاوكسبوت لورا، او الاوكسبوت هنا مثلا لقدام بالمنظر دوت. ممكن يبقى الاوكسبوت دوت ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال. او ممكن يبقى ناحيه بالمنظر ناحيه ايه؟ اليمين. طب هنعمل ايه بقى؟ هنقسم بلفز دوت الاربع ارباع، بلفز ده الاربع ارباع اهو بالمنظر ده. اللي فوق اللي قدام دوت هتسمي البلفز ده لقدام، ده اللي هو الاربع اللي قدام. ناحيه السكرم اللي ورا، ناحيه ايد اليمين يبقى ده اليمين. يعني مثلا لو احنا سمينا الربع دوت بنسميه ايه دوت؟ رايت انتيريور او انتيريور رايت. طب الربع دوت ليفت انتيريور. طب الربع دوت رايت بوستيريور. طب الربع دوت مع ليفت بوستيريور بالظبط. واختار مهم قوي بقى، هختار في كل بريزنتنج بارت عظميه، عظمه مميزه لهذا ايه، او عظمه كده عشان اسمي هذا البوزيشن بتاعه. بمعنى ايه؟ لو انا دكاتره كده بصيت على اللي هو على القفه كده، تلاقي هنا في عظمه لو انت حسيت ليها محسوسه حلوه قوي. عظمه دي كده اخر حاجه في الايه، في القفه، اخر عظمه. دي اسمها اوكسيبيتال بروتيوبرانس بالمنظر ده كده. على حسب وضعها في البلبس هسمي الوضع دوت. بمعنى ان مثلا لو انا اللي هي العلامه الخضراء، بص العلامه الخضراء في الاول هنا دكاتره، ان الاوكسبت ديت ناحيه ايه؟ ناحيه اللي قدام وناحيه اليمين. دي بنسميها ايه بقى؟ ايه؟ رايت اوكسيبتو انتيريور. طب ناحيه كده بالمنظر ده يبقى ليفت اوكسيبتو انتيريور، والناحيه دي يبقى ليفت اوكسيبتو بوستيريور، وهكذا. تعال نبص على السكرم اسهل. البلفس احنا فهمنا البلفس ده قدام وده ورا، وده دكاتره هنا كده يمين، ده اليمين اهو، وكده الشمال. تعال نبص بقى البيبي دوت قاعد ازاي. بيبي ده دكاتره السكرم دوت اهو مايل الناحيه دي كده في الربع دوت، ده بنسميه بقى ايه؟ رايت انتيريور، رايت سيكرو انتيريور. طب الناحيه ديت ليفت سيكرو انتيريور. طب الناحيه دي كده ليفت سيكرو بوستيريور. طب الناحيه دي كده رايت سيكرو بوستيريور. تعال نسمع بعض اللي هو اللي هنا بقى. بص طيب هوريها لكم هنا واجي لكم تاني، هشرحها لكم تاني. حاضر. بص يا دكاتره كده، بص المنظر ده كده. يعني هنا بص كده يا دكاتره كده الاوكسبوت مثلا، بيبي ده نازل فليكس، يبقى هنا ده هنا اللي هنا فيه الاوكسبوت بقى. يعني بس هو مش لازم وش، ممكن يلازم البطك. لازم في عظمه في كل في كل برزنتيشن. بمعنى لو بيبي ده فليكسد انا هختار مين؟ هختار اللي هو الاوكسبوت. حلو. لو نازل بالفيس انا هختار مين؟ هختار التشن. معايا يا دكاتره؟ المنتم دوت وضعها فين بقى في البلفس؟ لسه هشرحها لكم تاني. لو دكاتره في الشولدر معايا هشوف اللي هو السكابيولا مكانها فين في البلفس. زي ايه كده مثلا؟ اقول لكم زي ايه؟ زي مثلا كده اللي جنب ده بقى. بص دكاتره كده السكابيولا بقى، السكابيولا لو بيبي ده قاعد كده يبقى وضعه عامل ازاي؟ السكابيولا اهي الناحيه دي، يبقى ده عامل ازاي؟ الربع اللي قداماني الليفت، ليفت سكابيولا انتيريور. طب لو قاعد كده ليفت سكابيولا بوستيريور. طب لو قاعد كده اهوت رايت سكابيولا انتيريور. طب لو قاعد كده اهوت رايت سكابيلو بوستيريور. يعني يا دكاتره على حسب بيبي ده وضعه ازاي. طب لو السكرم بقى تاني مره تانية عشان الجنب ده معايا يا دكاتره، السكرم اهو لو بيبي دوت السكرم بتاعه في الناحيه دي بالمنظر ده يبقى اسمه ايه؟ اسمه رايت سيكرو ايه؟ انتيريور. طب لو في الربع دوت رايت وليفت، ليفت سيكرو انتيريور. طب لو في الربع الوراني دوت هنا رايت ليفت سيكرو بوستيريور. طب لو الربع دوت رايت سيكرو بوستيريور. تعالى نسمي على البيع على اللي هو على
ده شو. بص يا جماعه البيبي دوت، بص البيبي دوت كده، البيبي ده يا دكاتره قفاه اهوت ناحيه ايه؟ هو كده ناحيه الشمال، كده الشمال، كده الليفت. طب ده ليفت اديولو بوستيريور، ليفت بوستيريور، ده بقى اسمها ليفت اوكسيبيتو بوستيريور. الاوكسيبيت موجوده هنا في الربع الوراني الشمال، هي عكسك بقى يعني، هنا كده كل ده شمال وكل ده يمين، عشان واخدين بالكم. ناحيه سيمفيس بيوبس ده قدام، ناحيه السكرم ده لورا. بيبي ده بقى الاوكسيبيت دوت، لانه نازل هو وفلكسبل المنظر ده. الاوكسيبيت ده في انهي ربع؟ الاوكسيبيت في الربع الوراني الخلفي. طب تعال نبص ربع هنا، انهي ربع هنا؟ ده على فكره ده واقف بالعرض، بالعرض ناحيه الشمال، فاسمها ليفت اوكسيبيتو ترانسفيرس. اهو يا دكاتره الاوكسيبيت هنا. طب مين يقول لي ده ناحيتي انا شويه بقى، ده طالع لقدام، ده في انهي وضع؟ مين سمي لي الوضع دوت؟ ليفت اوكسيبيتو انتيرير. برافو عليك. طب مين سمي الوضع دوت؟ رايت لورا. معايا يا دكاتره؟ رايت والورا، رايت اوكسيبيتو بوستيريور. طب مين سمي الوضع دوت؟ على فكره ده ترانسفيرس بالظبط، لليمين يبقى رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس. طب مين سمي الوضع دوت؟ الوضع ده، ده على فكره كده 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 يمين وكده شمال. ها على فكره يا دكاتره فين ده؟ هنا الفورهيد مناخيره اهي، هنا الاوكسيبيت هنا. مين يسمي لي بقى الوضع دوت؟ ليفت اوكسيبيتو ترانسفيرس. طب الوضع ده يا شباب رايت اوكسيبت. على فكره ده بس ايه يعني، بعلمكم بس، لكن انت مش مطلوب منك تعرف الاوضاع دي ايه، بس عشان تعرف بس ان في حاجه عايز اقول لك عليها، في حاجه اسمها بوزيشن غير البرزنتيشن. يعني البرزنتيشن ده بيبي نازل بايه؟ طب وضعه ايه جوه البلفس؟ معايا دي اسمها بوزيشن. هختار عظمه، عظمه في كل بريزنتنج بارت. بمعنى لو بيبي نازل فليكسد خلاص هختار مثلا اوكسيبت، لو كان نازل بالفيس هختار التشن. طب تعالى نسميها كده، تعالوا كده يا دكاتره نسميها مع بعض، يلا امتحنكم بقى. بيبي ده يا دكاتره اكستند بالمنظر، اكستندد بالمنظر ده كده، اللي تشن اهيت، اللي تشن هنا الجنب ده يا دكاتره. لو انا كده عملت كده اهوت، يلا مين يسمي الوضع ده بقى؟ هنا بقينا ايه؟ ليفت منتو انتيريور، صح؟ الليفت والقدام، ليفت منتو انتيريور. طب مين يسمي الوضع دوت؟ ليفت منتو بوستيريور. طب الجنب ده يا دكاتره لو احنا خدنا المنتم كده اهو، مين يسمي الوضع ده اسمه ايه بقى؟ رايت منتو انتيريور. طب لو اللي ورا رايت منتو بوستيريور. استشهد مره ثانيه، هنا المنتم ده كده، المنتم اللي قدام كده اسمها ايه بقى؟ دايركت منتو انتيريور. طب لو كده ليفت منتو ترانسفيرس، ترانسفيرس مش مالي يمين ولا شمال اهو بالمنظر ده. يعني اذا كانت مره ثانيه انا هقسم بلفس دوت، هنقسم بلفس ده يا دكاتره الى، هقسم بلفس دوت الى الاتي، الى اتجاهات اصليه واتجاهات فرعيه. بمعنى ايه؟ في اتجاهات اصليه، هات السند قبله بقى. بص يا شباب كده اهوت اهو يا دكاتره، عندي انا في انتيريور بالمنظر دوت، عندي في بوستيريور بالمنظر ده، عندي يا دكاتره هنا في ليفت، عندي هنا في رايت بالمنظر دوت. الاربع بقى، الاربع الربع ده، الربع ده اي ربع فيهم يا جماعه؟ ربع دوت ليفت انتيريور. لو الاوكسيبت هنا اسمها ايه؟ ليفت اوكسيبت انتيريور. طب لو المنتم هنا ليفت منتو انتيريور. طب الاوكسيبت ليفت اوكسيبت. طب السكرم ليفت سكرو انتيريور. طب لو في الربع دوت رايت انتيريور. طب لو الربع ده رايت بوستيريور. الربع ليفت الاخر ربع دوت ليفت ايه؟ بوستيريور. عايز اطلع ايه بالكلام دوت؟ انا الكلام ده حتى الان يا شباب عشان الناس اللي جايه متاخره، حتى الان انا عايز اطلع بالنقط المعينه بقى. ايه النقط المعينه؟ تعرف كل كلمه معناها ايه؟ بس كل كلمه معناها ايه؟ اه ده دايركت انتيريور، دايركت بوستيريور، ليفت ترانسفيرس، رايت ترانسفيرس. الربع ده ليفت انتيريور، ده رايت انتيريور. معايا يا شباب؟ بصوا يا جماعه نطلع بيه بالكلام ده كله بقى، نعرف ان في عندنا فيها دكاتره ديفينيشنز. اول ديفينيشن يعني ايه لاي؟ يلا يا جماعه يعني ايه لاي؟ بيبي قاعد ازاي جوه بطن مامته؟ بيبي ده قاعد ازاي؟ اللاي ده دكاتره علاقه ما بين البيبي والام. اللاي لو بيبي نازل بدماغه او بالمقعده دي بنسميها لونجيتيودنال لاي. لو عامل اكسس بتاعه 90 درجه مع الام كده بنسميها ترانسفيرس لاي. لو في ميل كده 45 درجه بنسميها اوبليك لاي. اللاي علاقه البيبي بالام. طب علاقته بنفسه بنسميها اتيتيود. يعني ايه اتيتيود؟ يعني وضع الجنين. بيبي ده قاعد ازاي؟ فليكسد، زي ما انت كده مثلا نايم على سرير اخوك الصغير، واخدين بالكم؟ فنايم مقرفص، صح ولا مش صح؟ نفس القصه، بيبي ده قاعد جوابات لمامته مقرفص، فليكسد على نفسه، فهو واخد فليكشن. ممكن يبقى هايبر فليكس او ممكن يكون اكستندد. بيبي ده نازل ازاي؟ براسه اسمها كيفاليك. قد يكون براسه فليكسد فيرتكس، او في راسه وميد واي براو،
او اكستندد، ودي بنسميها فيس. ده على فكره هناخد يوم كامل او محاضره كامله في الفيس برزنتيشن بس، محاضره كامله براو بس، ثلاث محاضرات بريتش بس، مع محاضره كامله كورت برولابس والكومباوند، كل حاجه من دي على فكره جايه بعدين الترم الثاني موضوع كامل، خلي بالكم. بعد كده في بوزيشن بقى، يعني ايه بوزيشن الاكاديمي ده؟ وضعه ازاي؟ وضعه ازاي جوه بطن مامته؟ هل يا دكاتره الاوكسفورد مثلا لقدام يمين ولا شمال؟ لورا يمين ولا شمال؟ ده بنسميها بوزيشن، بنسميها بوزيشن. معايا؟ ايه اللي فرق بين ايه؟ اللاي والبوزيشن؟ لا اللاي ده بيبقى نازل بالمقعده، طيب نازل بالمقعده، طب نازل المقعده قدام ولا لورا؟ السكرم لورا ولا قدام ولا يمين ولا شمال ولا ايه؟ لان بفحص على عمياني لازم اعرف تخيل وضعه في البلفس في 63 درجه بيبي ده وضعه ازاي. نكسب شباب، دي بقى مهمه يا جماعه، دي اكتب جنبها سؤال الاستاذ او اكتبها ورايا مش مكتوبه في الكتاب، سؤال الاستاذ الدكتور، سؤال الاستاذ الدكتور مين يا شباب؟ حسن عواد. اكتب معايا ستيشن، مهمه دي يا دكاتره، دي مهمه بقى ستيشن، اكتبها معايا يا دكاتره. اكتب معايا دكاتره عشان ده سؤال للاستاذ الدكتور حسن عواد، اكتب معايا السؤال ده، ستيشن معناه ايه؟ ستيشن معناه الاتي، اكتب معايا دكاتره عشان ده مش مكتوب في الكتاب، ستيشن معناه ايه؟ ستيشن اتيز ذا ريليشن شيب، اتيز ذا ريليشن شيب اوف فيتال سكال. الستيشن يعني محطه الراس فين؟ محطه الراس فين؟ انا برضه بفحص على العمياني، عايز اعرف الراس ديت بعيده جوه عاليه ولا قريبه مني ولا نازله تحت؟ عاليه ولا قريبه؟ فدي بنسميها ستيشن. يعني ايه ستيشن؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ريليشن شيب بتوين ذا فيتال سكال. وفي فرق بين سكال وسكالب، في فرق بين الاثنين. ايه الفرق بين سكال وسكالب؟ عباره عن ايه؟ السكال ده البون والسكالب ده سوفت تيشو. ماليش دعوه بالسكالب، انا دعوه بالسكال. ريليشن شيب بتوين فيتال سكال اند اسكيال سباين، اند اسكيال سباين. بصوا ازاي يا شباب، عندنا الاستيشن، الاستيشن ده عباره عن ايه؟ علاقه بين الدماغ السكال وبين اسكال سباين. انا بقسم البلفس من اول البريم، من اول البريم لغايه الفالفا بره المسافه وهي 10 سم، فاكرين 10 سم ديت؟ لو اقصر واصعب معايا دكاتره واي وان ايفر باسز، اللي هو من عند البريم لغايه الفالفا بره 10 سم. بتقسم ال 10 سم بالسباين اسكال سباين الى 5 فوق و5 تحت، 5 سم فوق و5 تحت، يعني من البريم لغايه السباين 5 سم، من السباين لغايه الفالفا 5 سم. بنقسمها ازاي بقى يا شباب؟ كل سنتيمتر اباف السباين برمز له بالرمز ماينس، يعني لو قلت لك ماينس 1 معناها ايه؟ 1 سنتيمتر اباف اسكال سباين. لو قلنا ماينس 2 معناها ايه؟ 2 سنتيمتر اباف اسكال سباين. لو قلت ماينس 4 معناها ايه؟ 4 سنتيمتر اباف اسكال سباين. لو قلت ماينس 5 يبقى عند البريم، يعني الراس واقف عند 5 سنتي فوق الايسكال سباين. طيب كل بقى سنتيمتر بيلو السباين يبقى معناها بلس، يعني بلس 1 الراس راحت نازله سنتي بيلو الايسكال سباين. طيب بلس 2 2 سنتي، بلس 3 3 سنتي تحت السباين، بلس 5 على الفالفا بره. يعني كده خلي بالكم انا هنا بعمل هنا ايه؟ علاقه بين الهيد وبالسكال وبين السباين. طب ليه مش سكالب؟ ليه؟ مين ده هيقول لي حاجه خدناها الصبحيه ممكن تلخبطني واحس ان الهيد لور داون، اكشوال هي عاليه ولكن لور داون، اللي هو مين؟ اللي هو الكيبوت ساكسدينيوم. الكيبوت ساكسدينيوم مي جيف ا فولس ايديا ان الهيد از لور داون، علشان كده ما بقولش سكالب، بقول سكال، بقول عظم، وهي دكاتره مش سوفت تيشو. العظم اللي يهمني انا بعمل مقارنه او بعمل ريليشن ما بين الفيتال سكال والسكال سباين. كل ما الهيد كانت اعلى من السباين بنسميها ماينس، كل ما الهيد بيلو بنسميها بلس. بمعنى لو انا قلت لك كده يا دكاتره، قلت لكم كده اهوت ان هنا الستيشن از ماينس 4، معناه ايه كلمه ماينس 4؟ اقول لك هنا الستيشن از ماينس 4، دكتور حسن عواد يقول لك يعني ايه ماينس 4؟ معناها ايه؟ ان الراس 4 سم فوق، الراس 4 سم فوق اسكال سباين. يقول لك طب معناها ايه ان الهيد بلس 3؟ معناها ايه بلس 3 يا دكاتره؟ ان الهيد 3 سم بيلو اسكال سباين، يعني قريبه مني، قريبه من الفالفا جدا، بلس 3 ده قريبه من الفالفا. معايا يا دكاتره؟ لما اقول لك الهيد از زيرو، ستيشن زيرو يعني ايه؟ يعني الهيد از ات ذا ليفل اوف اسكال سباين. تعال نبص كده نشوف كده الهيد بتنزل ازاي. بص يا جماعه كده ركز معايا كده، بص كده، بص تبقى ماينس 5 تنزل، بعد كده تبقى ستيشن زيرو تطلع تبقى بلس 5.
تاني يا محمود كده. بص يا جماعه الهيب بتنزل ازاي؟ ماينس 5 عند بريم، زيرو عند السباين، تبقى بلس 5 تحت عند الفالفا، بتنزل كده. كل ما تنزل كانت في الماينس 5، بعد كده ماينس 4، بعد كده ماينس 3، بعد كده ماينس 2، بعد كده ماينس 1، بعد كده تبقى عند الزيرو، عند الايه؟ اسكال سباين. بعد كده بلس 1، بعد كده بلس 2، بعد كده بلس 3، بعد كده بلس 4، بعد كده بلس 5. بلس 5 تبقى عند مين؟ عند الفالفا بره، خلاص على الولاده. يعني هتحزق تلاقي الراس طلعت خلاص في الشارع. تمام، دي عند الفالفا بره. يبقى عندي الكاتر هيد دي ليها ستيشن. يعني الكاتر قلت النهارده، قلت اول حاجه الله، يعني ايه الله؟ يعني ايه؟ بيبي وام. قلت اتيتيود، يعني ايه اتيتيود؟ يعني ايه؟ بيبي مع نفسه، المفروض اتيتيود اوف فليكشن. بعد كده قلنا بريزنتنج بارت، بيبي ده نازل بايه الاول؟ بوزيشن، وضع البريزنتنج بارت جوه البلفس ايه؟ يا ترى لقدام ولا لورا؟ يمين ولا شمال؟ بعد كده قلنا الكاترا ستيشن، يعني انا بفحص كده اشوف الراس دي عاليه ولا قريبه هتنزل ان شاء الله. طول ما هي عاليه بالماينس يبقى صعبه، لو تبقى بلس يا قريبه مني، فانا عايز اعرف هي قريبه ولا بعيده. ماينس فوق بلس تحت، زيرو عند الليفل اوف ايسكال سباين. بعيد مره ثانيه يهمني مين؟ العض، مش مهم مين، السوفت تيشو. بيقول لك ريليشن بتوين الفيكال سكال مع ايسكال سباين. بص يا كاتره، بص يا كاتره، بص تاني مره تانيه، شايفين الراس تنزل عامله ازاي؟ تاني تاني اهو. بص يا جماعه، من ماينس لغايه زيرو لغايه بلس ايه؟ بلس 5. ده اللي هو ديسنت اوف ذا هيد، شايفينها ولا شايفينها؟ عيدها مره تانيه. يعني كاتره هنا الهيب بتنزل من فوق لتحت، خلاص كانت ماينس 5 عند البريم، بعد كده تبقى زيرو عند الاسكال سباين، بعد كده تقعد تنزل بلس 1 2 3 4 لغايه تبقى 5 عند الفالفا بره، تحزق تلاقي الايه؟ الهيد نزلت باذن الله. طيب تعال نخش بقى دكاتره بقى، نخش بقى دكاتره بقى على شويه دايمتر كده صغيرين، معلش هم في المحاضره كلها، المحاضره كلها كلام، اللي بعدها كلام بسيط جدا كمان، واللي فات ده كان كلام بسيط. اوعى حد يقول لي صعب، لا مش صعب. لاي بيبي قاعد ازاي؟ اتيتيود فليكسد، بريزنتنج بارت نازل بايه؟ بوزيشن، وضعه ايه؟ ستيشن محطته بالنسبه للفيتال الاسكال سباين، فيتال سكال اسكال سباين، وضعه فين؟ فوق ولا تحت؟ فوق ماينس، تحت بلس، كلام فارغ. واللي جاي بعدها بعديه برده كلام فارغ. انا معلش يا دكاتره ديت، انا نطيت محاضره اولانيه، ما ينفعش في ارقام كتيره قوي محاضره اولانيه اكتر من كده. دي ارقام هناخدها، بعد الارقام دي ان شاء الله الليبر كله خلاص كده بقى بسيط جدا ان شاء الله. اصعب حاجه في الليبر تم بتاعت الصبحيه صعبه، واللي ما حضرهاش انا مستعد اعيدها تاني. اعيدها تاني يا دكاتره؟ ماشي موافق. عايزينها امتى؟ اي خلاص انا هعيدها تاني، هنزلكم ميعاد اعاده الحصه الاولانيه مره تانيه عشان اللي ما حضرهاش، بس عليها ميت نصر. خلاص ماشي معايا دكاتره، ولا ايه رايكم؟ ولا عايزينها هنا؟ طيب هنعمل فوتنج كده، هنعمل فوتنج حسب، نعمل فوتنج وهعيدها لكم مره تانيه. واللي عايزين الاسبوع ده اعملها لكم الاسبوع ده، مفيش مشكله، انا ممكن اعيدها 10 مرات مش مهم، اهم حاجه بنت طالع متظبطها كويس قوي، لانها فعلا هي اصعب حاجه في الليبر، اصعب حاجه. بتاعت الصبحيه دي اصعب محاضره. النهارده حاجات بقى بسيطه بقى وشويه كلام كده، والله كلام كله يعني دردشه. يعني لاي، اتيتيود، برزنتيشن، بوزيشن، ستيشن، كلام بسيط ولا صعب؟ 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 اه بسيط تمام. معايا يا دكاتره؟ طيب تعالى نخش بقى على دكاتره، تعالى نخش بقى على شويه دايمترز. معلش يا جماعه، اخر مره والله العظيم، اخر مره حاجه صعبه. خلاص اللي جاي كله سهل، معلش بس ايه؟ استحملوني بس في اخر حاجه صعبه. بصوا يا شباب، انا قعدت اقول بقى اغنيه تيت الحادي عشر صح؟ اخش كام؟ اخش كام؟ 10 ونص في 12، ايه ده؟ كده برضو 10 ونص في 12، واطلع كام؟ 10 ونص في 13. طب ليه انا بقول كده ليه؟ علشان يا دكاتره، علشان شباب خليك معايا، علشان عايز اعرف الهيد هتعرف تعدي ما تعديش. يعني هقول في الهيد دايمترز معينه، الهيد دايمترز، يعني الهيد دي يا دكاتره هيبقى فيها ترانسفيرس وفيها انتي بوستيريور دايمتر، ترانسفيرس وانتي بوستيريور. واقول لك بقى ان كل وضع في الهيد، يعني لو كانت الهيد كده فليكسد في دايمترز، لو الهيد دي ميد واي ليها دايمترز مختلفه سبحان الله، لو اكستنت ليها دايمترز مختلفه، فانا اشوف هل الهيد ممكن تعدي من البلفس ما تعديش من البلفس. طب انا تعدي من البلفس اللي هو ايه البلفس دوت؟ اللي هو لو بستاترك بقى اللي هو 10 ونص في 12 ولا 10 ونص في 13. فعايز اعرف ايه الدايمترز اوف ذا فيتال هيد علشان اعرف الاندماج دي هتعدي ما تعديش. انا بقى ابتدي ميكانيكال احسب بقى داخله كام في كام، وهتعدي من قله ولا ما تعديش، من الاتر ولا ما تعديش، نعرف بقى. فعشان كده دي مهمه بقى ان نعرف الدكاتره الدايمترز بتاعه الفيتال هيد. وزي ما احنا عارفين ان كل حاجه ليها ترانسفيرس وليها انتروبوستير دايمتر، اي حاجه كده في الدنيا
يعني هي دي يعني كانت ليها ترانسفيرس دايمتر وليها انتر بوستيريور لانها اوفال شويه. تعال بص كده ايه بقى عندنا النقطه المهمه قوي اللي هو الترانسفيرس دايمتر المهمين بقى. بص كده معايا كده. شايفين النقطه اللي انا بكبرها دي؟ ايه النقطه دي عباره عن ايه؟ دي اللي كانت عباره عن حته ديت كده اللي طالعه لك دي ديت الكره دي اللي هنا دي مع الناحيه الثانيه دي دي بنسميها برايتال ايمننس. برايتال ايمننس فلو احنا خدنا بقى اعرض حته في الدماغ اعرض حته من الجنب في الترانسفيرس دايمتر ببدا بيها الاول اعرض حته هنا اعرض حته هنا ده اسمه باي برايتال دايمتر. الباي برايتال من اعرض حته لاعرض حته اسمه باي برايتال دايمتر. يعني لو جبنا الدماغ كده لو جبنا الدماغ كده يا دكاتره بص كده جبنا الدماغ هنا من اعرض حته الناحيه دي الناحيه الثانيه اسمه باي برايتال دايمتر. باي برايتال يعني يا دكاتره كده نيكست. ايوه بص يا شباب كده لو انا كده خدت خط كده معايا بالمنظر دوت ده اعرض حته في الدماغ اسمه باي برايتال دايمتر من البرايتال ايمننس الناحيه دي للبرايتال ايمننس الناحيه الثانيه. ده بيساوي كام سنتي؟ بيساوي 9.5 سنتيمتر 9.5 سنتي. يا مره ثانيه يا شباب من البرايتال ايمننس الناحيه دي الناحيه الثانيه ده 9.5 سنتي اسمه باي برايتال دايمتر. باي برايتال دايمتر ده المهم. طب في دايمتر ثاني بقى ايه الدايمتر الثاني؟ بص ركز معايا كده اهوت ادي انا كاتب باي برايتال دايمتر اهو 9.5 سنتي. لو انا عملت ملتي كده بدماغي كده هتلاقي الدنيا وسعت شويه. هتلاقي الدنيا وسعت شويه صح؟ كان كده عملت كده الدنيا وسعت تمام. بس هنا بقى في كمان دايمتر جديد ظهر بقى. دايمتر من فين؟ من فوق برايتال لتحت. كده برايتال كده عملت كده نقطه فوق برايتال فوق ده بنسميه سوبر برايتال سب برايتال دايمتر. امتى؟ لو الهيد مايله. مايله دي بنسميها اسينكليتك. يعني هي كده سينكليتك يعني كده مستقيمه كده. لو عملنا كده ميل كده بيبي نام على كتفه كده او نام على كتفه التاني كده وبينزل غالبا كده. تخيلوا زي كده زي كده واحد عايز يعدي من الباب والباب ضيق هيعمل ايه؟ يوم يخش بسيفه يخش جوه الدنيا وسط يوم يعادل نفسه مره تانيه. يعني بيبي هيعمل كده يلاقي البلفس كده فيقوم يعمل ايه؟ يخش برايتال بون قبل التانيه. معايا؟ يخش برايتال بون قبل التانيه. طيب ايه اللي كمان؟ كمان 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 لا عايزين بقى لغايه ما نجيب الايه؟ لغايه ما نجيب اهو هي دي. بص يا شباب بقى هنا بيبي دوت ممكن يخش بالتو برايتال بون ات سيم تايم بالمنظر ده. بص كده داخل البريم اهو بالتو برايتال بون ات سيم تايم. ده البرايتال بون مع برايتال بون داخلين خط مع بعض. لكن لاحظ هنا ولاحظ هنا بيبي ده مايل مايل شويه الناحيه دي كده فداخل ببرايتال بون قبل الثانيه. الناحيه الثانيه برضه نفس القصه داخل ببرايتال بون قبل الثانيه مايل الناحيه الثانيه. مايل بدماغه الناحيه الثانيه كده. فوان برايتال بون سابقه الثانيه. ده اللي بنسميها اسينكليتك. وده بيخلي الدايمتر اللي بيخش بيه الدماغ اصغر بدل يا دكاتره ما كان بيخش بالباي برايتال 9.5 بقى السوبر برايتال سب برايتال كام سنتي دوت؟ ده 9 سنتي بس 9 سنتي. يبقى عندي دايمترز مهمه بالعرض. هم دول دايمترز مهمين. مين بقى مين؟ اللي هم مين؟ لو الراس داخله مستقيمه كده باي برايتال كده سوبر برايتال سب برايتال كام سنتي؟ 9 سنتي بس. يا مره ثانيه يا شباب مره ثانيه اللي بالعرض ده مين ومين؟ باي برايتال دايمتر تمام. لو الراس نازله سينكليتك. لو مايله على جنب كده بنسميها ايه؟ اسينكليتك. اني دايمتر بقى ظهر جديد سوبر برايتال سب برايتال دايمتر وده 9 سنتيمتر بس. يعني هنا كده باي برايتال كده سوبر سب سوبر سب برايتال ده اللي هو كام؟ كان 9 سنتي فقط لا غير. طبعا الوضع دوت يعني في دايمتر كده اللي هو دوت بينزل كده اهوت اللي هو ده. بص كده دوت اهو شايف اللي هو ده ده اللي هنا كده البيبي نازل كده اهوت ينزل بالباي برايتال دايمتر. باي برايتال ده نازل بيه. لو مال على جنب كده شويه كده زي كده وان برايتال بون سبعه الثانيه هيبقى فينا. بص كده هنا في نقطه عاليه شويه عن برايتال ايمننس ونقطه هنا تحت برايتال ايمننس. الدايمتر ده بقى يبقى اسمه ايه؟ سوبر برايتال سب برايتال. يعني هنا ايمننس هنا والايمننس هنا سوبر سب. يعني بص كده كان عامل كده الباي برايتال معايا 9 سنتي فقط لا غير. سوبر برايتال سب برايتال 9 سنتي فقط لا غير. ده الترانسفيرس. لا 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 ده بيبي ده نازل شباب نازل ده في الترانسفيرس دايمتر هو نفسه. بيبي انا بتكلم على الدماغ مش لعب البلفس. انا لعب الدماغ. الدماغ دوت ده ايه دوت؟ الباي برايتال ده ايه؟ ده ترانسفيرس. فين انت بوستيريور؟ ده انت بوستيريور. ده اسمه ترانسفيرس دايمتر. الباي برايتال او السوبر سب ده الترانسفيرس دايمتر. اللي بالطول ده لسه جاي له بقى. واخدين بالكم؟ طب في دايمتر تانية يا دكتور موجود عندك، ايه الدايمتر ده اسمه ايه؟ ده بص يا جماعه هنا لما واحد يبقى مصدع ماسك الحته دي كده عندنا كده
ده عبارة عن ايه ده يا شباب؟ هذا الديامتر دوت اللي بنسميه باي تيمبرال ديامتر. باي تيمبرال دوت. الباي تيمبرال ده عبارة عن ايه بقى باي تيمبرال؟ من عند هنا الانتير فونتانيل، الانتير تيمبرال فونتانيل للانتير تيمبرال فونتانيل الناحية التانية. بالانتير تيمبرال فونتانيل للانتير تيمبرال فونتانيل. هو الدماغ فيها كام فونتانيل؟ ده سؤال ام اس كيو، فيها كام فونتانيل الدماغ؟ فيها كام فونتانيل؟ الدماغ فيها كام فونتانيل يا شباب؟ كام؟ الدماغ بتتكون من عظام، العظام تتقابل في سوتشر والسوتشر في فونتانيل. بص بقى انا عندي دكاتره في انتيريور وفي بوستيريور. ده اسمه بريجما، ده اسمه بريجما اللي هو عباره عن اربع سوتشرز فرونتال وكورونال معاه من ناحيتين وهنا في ساجيتال. ولما واحد يقعد يفكر كده ايه يعمل كده صح؟ ليه؟ بينور اللمبه. مش الورا ده اسمه ايه؟ اسمه لمبه ولا اسمه ايه؟ لمبه. معايا ولا صح؟ مش اسمه اللمضه؟ معايا دكاتره. فعندي هنا في اللمضه اللي ورا ده اسمه اللمضه وده اسمه ايه دكاتره؟ ده اسمه البريجما. هنا عندي واحد اسمه انتير تيمبرال ورا اسمه سير تيمبرال، عندي انتير تيمبرال ورا سير تيمبرال، عندي في سته فونتانيلز انتيريور. طب ده مولود بيبي مولود بيه مفتوح ولا مقفول؟ مفتوح قد كام صباع؟ وكل صباع بيفرق قد ايه؟ ست شهور. لكن ده بيتولد وهو يا دكاتره مقفول صح؟ صح بوني فلور صح ولا مش صح؟ لكن ده من برينس فلور. عندي هنا كاتا كرونال مع التيمبرال معايا بي هنا في انتيرو تيمبرال فونتانيل، وعندي هنا في تحت اللمدويد سوتشر مع التيمبرال بيت تيمبرال، عندي هنا في بوستيرور تيمبرال فونتانيل بالمنظر ده ولا ايه؟ يعني انتيرو بوستيرور وتيمبرال قدام وتيمبرال قدام وبوستيرور فونتانيل تيمبرال ورا وبوستيرور فونتانيل تيمبرال ورا. طيب يبقى عندي هنا كاتا من هنا لهنا كده ده اسمه تيمبرال باي تيمبرال دايمتر. مش مهم خالص في ده تاني مش مهم خالص برضه، بس ده هيستوريكال بقى. يعني ايه هيستوريكال؟ يعني ايه؟ يعني يقول لك في الافلام كده زمان احنا ضحينا مره معايا، يقول لك في فيلم مره يقول لك ضحينا بالام عشان خاطر الجنين، ومره ثانيه في فيلم يقول لك ضحينا بالجنين علشان خاطر الام، صح ولا ما حصلش؟ بيحصل افلام زمان قوي يدوسوا بقى يقول لك ضحينا لازم يضحي بحاجه من اتنين، يعني يا الام يا بالجنين. ايه الحوار ده عباره عن ايه؟ كان زمان ما فيش حاجه اسمها قيصريه صح ولا مش صح؟ والناس الصبحيه كان لازم عايز تولد ايه؟ تولد فاجينا. فكانوا يدخلوا حاجه اسمها قيصره البندق، يوم داخلين كسرت البندق من الفاجينا وماسكين دماغ البيبي وكسرينها وطالعين بيها. يقدروا يكسروا كل حاجه، الباي تيمبرال ده الباي برايتا ده يتكسر، الباي تيمبرال ده يتكسر، السوبرا ساب يتكسر، لكن مين ما اتكسرش بقى؟ الحته اللي هي دي هنا اللي هي مسؤول بروسس للناحيه الثانيه. ده الدامتر ده ناشف جدا، اسم الدامتر دوت اللي هو الماستويد بروسس الناحيه الثانيه اسمه باي ماستويد دامتر. هذا الباي ماستويد دامتر دوت اللي هو 7 سم ونص لا يمكن يتكسر، لا يمكن يا دكاترة يقل، ده ريديوسبل. يعني يا دكاترة خلي بالكم الباي تيمبرال دايمتر ده ريديوسبل، السوبرا سب ريديوسبل اللي هو 9 سم، الباي تيمبرال اللي هو 8 سم دوت ريديوسبل. لكن مش ممكن اني اصغر مين؟ البيز اوف ذا سكال، يعني البيز ناشفة جدا ما تتكسرش. فعشان كده الباي ماستويد دايمتر ده اللي هو 7.5 سم ده ريديوسبل، مش ممكن نصغره. طيب يا دكتور طب ايه النتيجة بقى؟ بصوا يا جماعة النتيجة بقى اكيد انتوا واخدين بالكم منها. لو عندنا في البلفس كان هم قايسينه بالبلفيمتري اللي هو الحاجات اللي احنا وريها لكم انا على الجروب بتاعي معايا كده في بلفيمتري، لو في البلفيمتري وجدنا ان في دايمتر في البلفس اقل من 7.5 سنتي يعني ده مش هتعدي منه، ساعتها نضحي بمين بقى؟ الدماغ مهما صغرتها مهما كسرت دماغه مش هينزل، هعمل ايه ده؟ هضحي بمين؟ لا سيبه عايش بقى، سيبه عايش، افتح قيصريه ونضحي بالام، ما كده الام مش هينزل. يعني لو الدبلفس دوت فيه دايمتر اصغر من 7.5 سم بيبقى ده يمكن ينزل فاجينال، نعمل ايه؟ نعمل سيزيريان ونطلع بيبي ده عايش والام نضحي بيها. طيب لو البلفس ده دايمتر صغيره مش معديه الدماغ بس بعد ما كسرت بقى اكبر دايمتر 7.5 ينفع يعدي، نعمل ايه؟ لا طز في البيبي، كسر البيبي، ضحي بيبي عشان خاطر مين؟ الام تعيش. يعني يا دكاتره خلي بالكم الدايمتر اللي هو 7.5 سم ده هيستوريكال فاليو. يعني ايه هيستوريكال؟ يعني حاجات كلام فارق كلام قديم. لو في البلفس فيه دايمتر اصغر من 7.5 بيبي مش هيعدي، خلاص افتح قيصريه طلع بيبي العايش والام هتموت. طب لو في دايمتر البلفس صغيره بس ممكن تعدي 7.5 هنعمل ايه؟ نكسر دماغ البيبي ونزله من تحت، مش مهم البيبي بس مهم الام ايه؟ الام تعيش. فاهمين؟ فهنا لو احنا الدايمتر البلفس اكبر من 7.5 معايا يا شباب هنكسر دماغ البيبي، لو الدايمتر اقل من 7.5 في البلفس هنعمل قيصريه ونطلع البيبي والام كده كده هتموت. ده هيستوريكال فاليو يا شباب. البلفس لو في دايمتر في البلفس اصغر من دماغ العيل اصغر من 7.5 هنعمل ايه؟ مش هينزل،
مهما كسرته مش هينزل، خلاص قيصريه بقى. ومش مهم الام، المهم بقى البيبي. خلاص بقى البيبي هو اللي حابب واحد منهم يعيش من الاثنين، خلاص البيبي. طب لو بيلبس الكاتا بتاعها ممكن يعدي 7.5، يبقى كسر البيبي. البيبي ينزل من تحت، هيكون مات طبعا، ينزل مش مهم، ينزل من تحت كده، بس اهم حاجه الام ايه؟ الام تعيش. نعم. طب لا ما كانش فيه قيصريه، دلوقتي ما بقاش ليه لازمه ليه؟ دلوقتي بقى دكاتره سيزيريان سكشن تحل الموقف كله، دلوقتي قيصريه تحل الموقف تماما، ما بقاش بقى بنقيس البايماستويد دايمتر ده اي لازمه، ما بقاش فيه مشكله ليه؟ لان القيصريه وقت ما نحتاس قيصريه، ما فارق مش فارق معانا البايماستويد ولا اي دايمتر خلاص. تاني مره تانيه بقى، ايه الدايمتر المهمه؟ الباي تيمبرال كام؟ الباي برايتال كام؟ 9.5. السوبرا سب ده كام؟ 9 سم. اللي انا هشتغل بيهم على طول بعد كده مش هجيب سيره الباي تيمبرال ابدا ولا باي ماستويد ابدا ابدا ابدا، هجيب سيره مين؟ باي برايتال او السوبرا سب. باي برايتال او السوبرا سب. نيجي بقى الدكاتره بقى للدامتر بقى ليه بالطول بقى. بص بقى اللي بالطول بقى، في فرق بيبي ده بيبص لرجليه بالمنظر ده فولي فليكسد او بيبص لموضع السجود نوت فولي فليكسد او بيبص لقدامه. ده على فكره دي درجه من درجات الفليكشن، اخر درجه من الفليكشن بسميها دي فليكسد، اخر حاجه في فليكشن. بعديها ميد واي بالمنظر ده، ميد واي ده اللي بنسميه ايه يا دكاتره؟ براو. بعد كده اكستندد بيبص لربنا بعد كده، يا اما قوي يا اما يعني كده نوت فولي اكستندد، كده فولي اكستندد. يبقى اوضاع الدماغ ايه؟ نقوله مره ثانيه، اوضاع الدماغ بيبص لرجليه فولي فليكسد، موضع السجود نوت فولي فليكسد، بص قدامه دي فليكسد، يعني اخر درجات الفليكشن، حتى مكسوف اقول عليها فليكشن، اسمها دي فليكشن. بعد كده بيبقى حي العلم اسمها ايه يا دكاتره؟ براو او ميد واي. بعد كده يبص للسماء نوت فولي اكستندد، بيبص على اخر خالص كده فولي اكستندد. يبقى انا عندي 6 درجات، 6 درجات من الفليكشن والاكستنشن، 6 درجات معايا يا دكاتره؟ فولي فليكسد، نوت فولي فليكسد، دي فليكسد، ميد واي، نوت فولي اكستندد، وفولي اكستندد. كل وضع في دوت فيهم انتروبوسيتال دايمتر مختلف. طب اللي بالعرض ايه؟ لا يا دكتور بالعرض كلهم ثابتين. بالعرض يا اما باي برايتال يا اما سوبرا سب، خلصت. طب اللي بتقول ايه؟ يختلف على حسب وضع بقى ايه كل بيبي. بص كده معايا كده. بص يا شباب كده، لو بيبي ده فولي فليكسد الدايمتر بقى اللي هو الدايمتر بيبي ينزل بيه اللي هو انتروبوسيتيريور. اللي بالعرض مين؟ باي برايتال او سوبرا سب، خلصنا. اللي بتقول بقى مين بقى دكاتره؟ بص بقى، لو بيبي ده فليكسد على نفسه بالمنظر، يعني دقنه على صدره بالمنظر ده كده فليكسد كده، بيبص لرجليه كده، واخدين بالكم؟ هيبقى فيه هنقول لك يا محمود ماشي، هيبقى هنا دكاتره بص كده من نقطه تحت البروتيوبرنس ديت بنسميها سب اوكسبت، اهو من السب اوكسبت بالمنظر ده لغايه البريجما. يعني دكاتره في الدايمتر ده من تحت هنا من ناحيه اللي هو الاوكسبت لغايه البريجما، الدايمتر ده اللي بالطول ده كام سنتي؟ ده اسمه سب اوكسبتو بريجماتيك. كام؟ 9.5 سنتي. اول دامتر عندنا لو بيبي ده فولي فليكسد دقنه على صدره، دامتر ده من نقطه تحت الاوكسيبيتال بريتوبرانس لغايه البريجما اسمها سب اوكسيبيتال بريجماتيك. بيبي ده دكاتره لو فليكسد كده دامتر اسمه ايه؟ سب اوكسيبيتال بريجماتيك. طيب بص كده، لو انا كده عملت كده بقيتش يعني هي كده فولي فليكسد، لو مش فولي فليكسد اعمل ايه؟ ببص لوضع السجود ايه اللي هيحصل؟ بص كده صباعي كده يروح لفين؟ لاول شعر هنا كن كده عمل كده او الاول الشعر، يعني ده عباره عن ايه؟ ده بقى كان في بريجما كده عند الانت اوف ذا بريجما، يعني عند فرونتال بون، فالدم ده هيتغير شويه، هيبقى اسمه ايه بقى؟ لو بيبي دوت مش فولي فليكس بالمنظر ده برضه سب اوكسبت من ورا، سب اوكسبت ولكن فرونتال، يعني فين الفرونتال بقى؟ ده راح فين؟ عند الاند اوف ذا بريجما، هنا كان في السنتر، هنا في الاند، فاسمه سب اوكسبتو فرونتال. ده كام؟ 10 سنتيمتر. بالمعنى كده بص يا جماعه، بيبي ده فولي فليكسد كده سب اوكسيبيتو بريجماتيك. طب لو عمل كده سب اوكسيبيتو فرونتال اللي هو كام؟ 10 سنتي. طب بصوا كده يا شباب، بيبي ده عمل حاجه غريبه قوي بقى. بيبي دوت بقى ايه؟ بيبص لقدامه كده. تمام، بيبص لقدام بقى عمل ايه بقى هنا؟ لما يبص لقدام كده هيحصل حاجه غريبه، ان هياخد بعد كده من كده هيجي هنا الخط اللي هو اللي كان تحت الاوكسبت ده، لما يعمل كده هيجي عند الاوكسبت بالظبط. بين عينيا، بص يا جماعه الخط دوت ده نفسه اللي كان كده سابق سوبر اجماتيك بقى فرونتال، بقى هنا عند ورا عند الاوكسيد قدام عند الروت اوف ذا نوز، بقى اسمه اوكسيبتو فرونتال، ده اسمه سب اوكسيبتو فرونتال. هنا بقى اوكسيبتو فرونتال وده 11 سنتي ونص. مره ثانيه يا شباب،
مره تانية بقى، يلا يا جماعه اللي بتطول مره تانية، معلش يلا يا شباب. اول حاجه لو فولي فليكس يبقى اسمها سب اوكسيبيتو بريجماتيك. طب بعد كده سب اوكسيتو فرونتال. طب بعد كده اوكسيتو فرونتال. لاحظ دايما التالت هو التاني من غير ايه؟ من غير سب. ادام بيدنا؟ طيب نريح بس ادام بس ونكمل على طول. ما فتكش حاجه. نعم.